الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة ماجد عبد النور مراسل شبكة شام من حلب والمستشار ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات وحقوق الإنسان من القاهرة. لو بدأت ميدانيا مع ماجد، ماجد لو أبدأ معك، ما هي المعلومات لديك حول المجزرة في كل من حي الميسر وحي طريق الباب، وما هي الحصيلة النهائية للشهداء حتى الآن؟ نعم، يعني سلسلة المجازر في مدينة حلب وهذا الإجرام من قبل هذا النظام المجرم، النظام الصفوي، طبعا اليوم شن الطيران عدة غارات جوية على مدينة حلب منذ 11 يوم، وحتى الآن ما يزال هذا الطيران المجرم الغادر يشن غاراته الجوية على مدينة حلب. اليوم كما ذكرتم في التقرير استهدف حي الميسر وحي طريق الباب واستهدف عدة مناطق أخرى، ولكن في هذين الحيين بالتحديد سقطت هناك مجازر مروعة، أكثر من 40 شهيد حتى الآن ضحية هذين الحيين نتيجة القصف بالبراميل المتفجرة أو ما يسمى ببراميل الموت في مدينة حلب. أيضا تعرضت بلدة بيانون في ريف حلب الشمالي وبلدة عزاز أيضا في ريف حلب الشمالي تعرضتا للقصف بالطيران الحربي وبالبراميل المتفجرة. هناك أعداد كبيرة من الجرحى ولله الحمد لا يوجد شهداء، ولكن الدمار كبير، دمار في البنى التحتية بشكل غير معقول. 40 يعني شهيد حصيلة نهائية حتى الآن ماجد؟ 40 شهيد فقط في حي الميسر وحي طريق الباب، يعني حصيلة الشهداء تصدر يوميا في الساعة 8 مساء. يوجد هناك شهداء من الجيش الحر ويوجد هناك شهداء آخرون من الجرحى الذين ينقلون إلى المشافي الميدانية، يعني هي حصيلة غير نهائية، ولكن حتى الآن المؤكد أن 40 شهيد في حي الميسر وحي طريق الباب نتيجة القصف بالطيران الحربي من قبل هذا النظام الصفوي المجرم. طيب ماذا عن المصابين؟ يعني هل العدد الشهداء مرشح للزيادة؟ نعم، يعني دائما عدد الشهداء يرشح للزيادة، يعني هذه البراميل، براميل الموت، يعني تسبب دمار كبير وتسبب إصابات بليغة وإصابات يعني جدا أليمة، لذلك يكون أعداد الجرحى، يكون يعني وضع الجرحى صعب جدا في ظل نقص كل شيء. يعني عندما ينقل الجريح إلى المشفى الميداني لا يظن الناس أنه ذهب إلى المشفى يعني عولج وانتهى، إنما المشافي الميدانية أيضا هناك جرحى يموتون يعني بسبب نقص الدواء، بسبب قلة الأطباء، بسبب قلة المعدات الطبية، هناك عدة أسباب يتوفى منها الجرحى وهناك أسباب طيب أخرى. يعني ماجد، يعني في ظل هذه الظروف المأساوية الصعبة وأيضا هناك كما تتحدث أنت الآن هناك نقص في المستلزمات الطبية، كيف يتم معالجة الجرحى في هذه الظروف؟ للأسف ظروف مأساوية جدا يعانيها الجرحى في مدينة حلب وفي سوريا بالعموم، يعني المشافي الميدانية في مدينة حلب تفتقر لكل شيء، الأطباء أغلبهم هربوا وتركوا هذا البلد، المعدات الطبية غير كافية على الإطلاق، الأجهزة الطبية، الأدوية غير متوفرة، لذلك تكون المعالجة بأشياء بسيطة يعني أشبه بعمليات التمريض، إنما العمليات الكبرى التي تحتاج إلى جراحة أو تحتاج إلى عمليات صعبة يتم نقل المريض إلى تركيا، إما يموت على الطريق وإما يتم إنقاذه في المشافي التركية، ولكن أغلب المرضى للأسف يتوفون وهم في طريقهم إلى تركيا. طبعا الإصابات البليغة، يعني يتوفى الشخص وهو في طريقه إلى تركيا، أغلب الجرحى الذين يموتون على الطريق، يعني وضع المشافي الميدانية في سوريا وضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة، المريض يعاني الأمرين حتى يشفى هذا إن شفي. طبعا طيب هل لديك أي تفاصيل عن التحركات العسكرية للجيش الحر على الأرض الآن؟ بالنسبة إلى الأمور العسكرية أو الحالة العسكرية في مدينة حلب، طبعا ما تزال اشتباكات مستمرة على أكثر من جبهة، ولكن الجبهة الأسخن هي جبهة النقيرين، هذه الجبهة تعتبر أسخن الجبهات في مدينة حلب منذ شهر تقريبا، وحتى الآن دائما تحاول قوات النظام التقدم في تلك المنطقة. طبعا هي ثغرة، هي جبهة محدودة وصغيرة ولكن تأثيرها كبير، لذلك قوات النظام أو عصابات الأسد والعصابات الإيرانية التي معها دائما تحاول اقتحام هذه المنطقة للسيطرة على الطريق الواصل بين مدينة الباب وبين مدينة حلب. الاشتباكات عنيفة وعنيفة جدا، في كل يوم هناك اشتباكات عنيفة، قصف بكل شيء، النظام يستخدم كل شيء، الطيران المروحي والطيران الحربي لا يفارق سماء تلك المنطقة على الإطلاق، راجمات الصواريخ، صواريخ أرض أرض، كل الأسلحة تستخدم في تلك المنطقة،
والتي تشهد كما ذكرت اشتباكات عنيفة جدا. صمود أسطوري للجيش الحر والكتائب الإسلامية المقاتلة في منطقة النقيرين حتى الآن الصمود يوصف بأنه يعني فوق الأسطوري، لأن يعني مستحيل أن يصمد أمام هذه القوة وهذا البطش الذي يستخدمه قوات النظام، مستحيل أن يصمد أي مقاتل، ولكن الصمود كما ذكرت هو صمود فوق الأسطوري. لذلك يعني حتى الآن الصمود ما زال مستمر. إن خسرنا هذه النقطة لن يكون هناك يعني سبب تخاذل أو سبب أي شيء، إنما السبب الأساسي وهو القوة المفرطة وعدم تكافؤ القوة بين الطرفين. من ناحية أخرى الاشتباكات أيضا مستمرة في حي الخالدية. بالطبع هناك عدم تكافؤ في القوة، لكن هل استطاع الجيش الحر بشكل أو بما أن يكبد قوات النظام أي خسائر سواء كان في الأرواح في العتاد العسكري؟ نعم، يعني الجيش النظامي أو العصابات الإيرانية والتي تساند الجيش النظامي دائما تتكبد خسائر كبيرة، يعني هي لا تعلن ولكن ما يعني الأمور واضحة تماما. يعني يوم أمس تم تدمير دبابة في منطقة النقيرين وتم قتل أكثر من 20 جندي أغلبهم عناصر شيعية متطرفة تقاتل مع عصابات الأسد. أيضا في حي الأشرفية وبني زيد أيضا هناك قتلى لقوات النظام وللعناصر الشيعية المتطرفة التي تسانده. أيضا في عدة مناطق أخرى في مطار كويرس العسكري، في مناطق داخل أحياء مدينة حلب كما أحياء حلب القديمة، أيضا عصابات الأسد والعناصر الإيرانية تتكبد خسائر كبيرة في تلك المناطق. عصابات الأسد طبعا دائما تخسر، وخصوصا العصابات الإيرانية التي جاءت لتنقذ الحسين أو لتأخذ الثأر من الحسين من أهالي مدينة حلب تتكبد الخسائر الكبيرة في هذه المدينة. يعني الحرب على حلب في هذه المرحلة، لماذا حلب على وجه التحديد التي يقصفها النظام في هذه الآونة بالتحديد ويكثف قصفها عليها بالبراميل المتفجرة؟ يعني هو لا يقصف مدينة حلب فقط، هو يقصف كل سوريا، ولكن مدينة حلب يسقط فيها عدد الشهداء بشكل كبير. لأن هذه المدينة طبعا مدينة مكتظة بالسكان، والمناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر داخل أحياء مدينة حلب هي أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان، يعني أكثر من 2 مليون شخص في الأحياء التي يسيطر عليها الجيش الحر، إضافة إلى المناطق الأخرى الريفية المدن الريفية التي يسيطر عليها أيضا الجيش الحر. يعني هي مناطق مكتظة بشكل كبير بالسكان، لذلك يسقط أعداد كبيرة من الضحايا. يعني من ناحية القصف، القصف يستهدف كل سوريا، ولكن في مدينة حلب دائما تحدث المجازر نتيجة هذا القصف. النظام فقط يريد أن يقتل وهمه فقط القتل، يعني هو لا يميز بين حلب أو درعا وبين قامشلي وبين حمص، يقصف كل سوريا، ولكن كما ذكرت في مدينة حلب اكتظاظ السكان يؤدي إلى مجازر كبيرة يحدثها هذا النظام المجرم. طيب الأوضاع في سجن حلب المركزي، هناك أنباء عن استشهاد نحو 30 شهيدا نصفهم من الأطفال، هل لديك أي معلومات أو تفاصيل حول هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى هذا الخبر، طبعا النظام دائما يروج عن عمليات عن حالات وفاة داخل هذا السجن، ومن ثم يقوم بتصفية المعتقلين. بالنسبة إلى الأسماء التي وردت، طبعا هذه الأسماء لم تمت حتى هذه اللحظة، ولكن النظام سربها من داخل السجن، ربما سيقوم بقتلها قريبا. أما من ناحية الأطفال، طبعا ورد يوم أمس خبر عن مقتل عدد من الأطفال في سجن الأحداث. طبعا سجن الأحداث هو محرر منذ فترة طويلة ولا يوجد أي، يعني لا يوجد لهذا الخبر أي أساس. السجن الأحداث محرر منذ بداية الثورة تقريبا المسلحة في مدينة حلب. من ناحية الأطفال لا يوجد أطفال داخل سجن حلب المركزي، إنما يوجد طبعا سجناء سياسيون، يوجد سجناء جنايات، ولكن غالبيتهم كبار في العمر، ويوجد بعض النساء أيضا. أما خبر الأطفال طبعا هو خبر غير صحيح. نعم، يعني صحة خبر الأطفال أو استشهاد 30 شهيدا نصفهم من الأطفال، هذا الخبر أنت تنفيه الآن؟ نعم، هذا الخبر غير صحيح، يعني لا يوجد أطفال في سجن حلب، وسجن الأحداث تم تحريره منذ فترة طويلة، منذ أكثر من سنة ونصف تقريبا. نعم ماجد، يعني وأنت في الداخل أريد منك أن تصف لي حال المواطنة السورية الآن في ظل هذا القصف وفي ظل هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها المواطنة السورية في هذه المرحلة وفي هذه الآونة. نعم، يعني هذا السؤال صعب جدا، ولكن سأجيبك ببعض الكلمات. المواطن السوري الآن هو من أكثر الأشخاص في هذا العالم يعانون الأمرين. المواطن السوري الآن يفر من قدر الله إلى قدر الله، يفر من القصف والموت والدمار، يفر إلى الجوع والبرد في العراء، يعني وضع مأساوي جدا.
للأسف هذه سوريا التي استقبلت النازحين من كل مكان، استقبلت في 2006 اللبنانيين الذين خانوا الخبز والملح، واستقبلت العراقيين الذين أيضا خانوا الخبز والملح وكانوا بالملايين، وفتحوا لهم بيوتهم وفتحوا لهم قلوبهم قبل بيوتهم. اليوم يعاملون بهذه المعاملة. المواطن السوري يا سيدي الكريم هو الآن يعيش أسوأ وأصعب حالاته على الإطلاق، يعني لم يمر على سوريا مثل ما يمر على المواطن السوري اليوم. الجوع، البرد، يعني من عار وكل العار أن نرى في هذا القرن وهذا في القرن الذي نعيش فيه الآن أن نرى أطفال تموت من الجوع، أن نرى أناس تموت من البرد، وهناك الكثر من يدعون أنهم دعاة للإنسانية ودعاة الحرية، للأسف كلهم كاذبون، كلهم تجار دم وتجار حروب، من أمريكا إلى أصغر دولة في هذا العالم التافه. للأسف هذا العالم كله أثبت للجميع. يعني ماجد، هل المواطن لديك، هل ما زال يعول على تلك المؤتمرات أو المؤامرات إن شئت تسميتها من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة الأمريكية؟ يا سيدي، 3 سنوات من هذه الثورة وآلاف الاجتماعات وكلها كانت عبارة عن اجتماعات خلابية كاذبة فقط للتآمر على هذا الشعب. الشعب في سوريا الآن لم يعد يلتفت لا إلى التلفاز ولا إلى المعارضة ولا إلى أي شيء. الشعب الآن في سوريا يهرب فقط، ينظر كيف سيؤمن لقمة العيش، ينظر كيف سيؤمن مأوى آمن، ينظر كيف سيؤمن حطبة صغيرة ليدفئ بها أطفالها. يعني الشعب السوري يعني عرف من خذله منذ 2 سنوات تقريبا وليس الآن، يعني يشعر بأنه قد خذل ويشعر بأنه قد ترك لوحده، ويشعر بأن هذه الثورة هي ثورة يتيمة، وهي ثورة يتآمر عليها كل الناس من القريب إلى البعيد، يتآمر عليها ابن البلد قبل أن يتآمر عليها الغريب. للأسف الشعب السوري الآن لا يعني لا يتطلع لشيء أبدا سوى لقمة العيش والهرب من هذا الجحيم الذي يعيشه في الداخل. طيب ماجد، هل أنتم تنظرون إلى مؤتمر جنيف؟ كيف تنظرون إلى مؤتمر جنيف؟ وهل تنتظرون منه أي حلول عسكرية أم باتت ورقة الحسم العسكرية لديكم هي الأساس؟ يا سيدي، المجتمع السوري أو الثوار في سوريا الآن لا ينظرون لا إلى جنيف ولا إلى أي اجتماع آخر، لا إلى جنيف ولا إلى غير جنيف. الناس كما ذكرت لك، الناس بحاجة إلى لقمة عيش، الناس بحاجة إلى طعام، بحاجة إلى مأوى، بحاجة إلى غذاء. يعني تسأل الكثير من الناس عن جنيف، أغلب الناس لا تعرف ما معنى كلمة جنيف. لذلك الناس في سوريا، العوام في سوريا لا يعرفون شيء عن جنيف ولا ينتظرون شيء من مؤتمر جنيف. أما بالنسبة إلى الثوار أو السياسيين الثوار في سوريا، طبعا أغلب الثوار في سوريا أو سأتحدث في مدينة حلب هم ضد مؤتمر جنيف، أو حتى هم ضد المعارضة الخارجية. يعني نتحدث عن الجبهة الإسلامية والفصائل الكبرى المقاتلة في مدينة حلب، كلها رفضت الاعتراف بمؤتمر جنيف، رفضت الاعتراف بالمعارضة الخارجية وبهيئة الأركان، ورفضت حتى الاعتراف بمؤتمر جنيف والذهاب إلى هذا المؤتمر. لذلك يعني بما أن الثوار على الأرض هم يرفضون هذا المؤتمر، فلا أعتقد أن هذا المؤتمر سينجح. يعني الغلبة والقوة لمن هو على الأرض. وإن جئنا لمؤتمر جنيف، يعني ماذا سينتج عن هذا المؤتمر؟ بالنسبة لأمريكا، هذا الشيطان الأكبر. أمريكا كانت باستطاعتها أن تنقذ الشعب السوري من اليوم الأول أو من أول أسبوع في هذه الثورة، وكان بوسعها أن توقف هذا المجرم عند حده وتنزله عن هذا الكرسي رغما عن أنفه. بعد 3 سنوات وبعد أكثر من 400,000 شهيد، آلاف المفقودين وآلاف وملايين المهجرين، يريدون أن يجلسوا الطرفين على طاولة حوار. وما هذه الطاولة؟ وما هو المطلب؟ وما هو المغزى من هذا الجلوس؟ طبعا كل هذه الأمور هي مؤامرة على هذه الثورة. طالما أن أمريكا كان باستطاعتها أن تزيل هذا المجرم، فهي الآن تتآمر على هذه الثورة بعد 3 سنوات، وتريد أن تبقي نظام الأسد حتى وإن خرجت. هل كان لديكم أمل في البداية ماجد، هل كان لديكم أمل في البداية عند التحدث عن التدخل العسكري من أجل تقديم أو توجيه ضربات عقابية لنظام الأسد نظرا على استخدامه لهذه الأسلحة الكيماوية؟ هل كان لديكم أمل في إسقاط النظام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟
نعم يا سيدي، هذا لا يخفى على أحد، كل الناس أو غالبية الناس تفاءلت بهذه الضربة وبأن ستكون قاصمة لهذا النظام، وبأن سقوط النظام بات وشيكا، والناس يعني أغلب الناس كانت لديها تفاؤل كبير بأن أيام النظام باتت معدودة. ولكن بعد تسليم السلاح الكيماوي وبعد هذه المؤامرة العجيبة الغريبة بتسليم السلاح الكيماوي وبخروج الأسد منتصرا في هذه بعد ارتكاب هذه المجزرة، الناس أصيبت بإحباط كبير وبإحباط شديد. يعني فكرة المؤامرة على الثورة يعني كان الناس لا يعتقد فيها، بعضهم لا يعتقد بها، الآن أصبحت فكرة المؤامرة على الثورة هي فكرة عقائدية لدى الناس. كل الثوار في مدينة في سوريا يعلمون أن أمريكا باتت تتآمر على هذه الثورة بعد المهزلة التي حصلت بتسليم السلاح الكيماوي وبإعطاء مهلة لهذا النظام المجرم، بل وليس فقط بإعطاء المهلة وإنما بإعطاء الضوء الأخضر بإبادة الشعب السوري بالبراميل المتفجرة وبصواريخ سكود، وكأن هذه الأسلحة هي غير السلاح الكيماوي. توجه بالشكر إلى السيد ماجد عبد النور مراسل شبكة شام من حلب. شكرا.